بس احنا هنا الملزمة بتاع المهندس ياسر الليسي هناخد منها بس حمل الحوائط لما بنسيحه على الفلات سلاب بيبقى في كام. طبعا الملازم بتاعة المهندس ياسر يعني غنية عن التعريف، من أفضل الملازم في الهندسة المدنية، وبنصح كل الناس إن هما يحملوها، فيها معلومات قيمة جدا تقدر تحملها من على الموقع www.ياسرالليسي.com. طيب، احنا عايزين نشوف حمل الحيطان. عايزين نشوف حمل الحوائط بيتاخد بكام. ايوه اهي، انت عندك في السوليد سلاب هندسة كنت بتعمل ايه؟ كان بيبقى عندك كل حيطة بيبقى تحتها كاميرا، لكن انت في الفلات سلاب ما عندكش. المهندس ياسر الليسي قال لك ايه؟ قال لك تاخد الوركينج لود بتاع الحيطة من 1.5 لـ2 كيلو نيوتن على المتر المربع. تمام، هي دي المعلومة اللي احنا كنا عايزين ناخدها. طيب هنيجي هنا بقى. طب احنا كنا حاطين السوبر ديد ب2، احنا ممكن نضيف له 2 كمان، يبقى احنا كده حطينا الفلورين كفر وحطينا ايه الحيطان، هنقول له اهو سوبر ديد، وهنقول له 2 كمان، وهنقول له اوكي. كده بقى عندنا 4. طيب تعالى نشيك على الاحمال، هندوس كده، كده بقى عندنا اللايف لود ب2.5، السوبر ديد ب4 اللي هو 2 اللي هو الفلورين كفر، و2 اللي هو اللهم صل على النبي حمل الحيطان اللي سيحناه على الفلات سلاب. طب احنا هنا واقفين في الستوري رقم 1، طب تعالى نشوف الستوري رقم 2. الاحمال هي هي، تمام. ليه؟ لان احنا كنا عاملين سيلكت للعشر سلابات. طيب جميل، كده احنا حطينا الاحمال، وكده خلصنا المعلومة اللي كنا عايزين نقولها في الفيديو بتاع القصين لوب. تمام، طبعا لو عندك كاميرا زي المارجنال بيم اللي موجودة دي، الكاميرا دي بتبقى شايلة ايه؟ بتبقى شايلة اول حاجة وزنها اللي هو جاما كونكريت في البي في التي. تمام، هو لو عايزها دقيقة 100%، يبقى جاما كونكريت في البي في التي ناقص التي اس. طيب يبقى ده شايلة وزنها، زائد شايلة وزن الحيطة اللي هو جاما وول في البي وول في الاتش وول، زائد ان هي بتبقى شايلة جزء من السلابة. تمام، فدي انت المفروض التلات معادلات دولت، يعني بتجيب وزن المتر الطولي من الكاميرا، بتجيب وزن المتر الطولي من الحيطة، بتشوف شايلة مساحة قد ايه من السقف، بتحسب التلاتة دولت وبتحطهم كحمل على الكاميرا. فاحنا وليكن دلوقتي سيلكت بروبرتيز، هنختار مثلا الكاميرا بتاعتنا ماشي، وهنديها اي لود. لو لاحظنا اختار هنا 40 كاميرا، ليه؟ لان انت عندك 1 2 3 4، يعني الدور فيه 4 وعندنا 10 ادوار، يبقى 40 كاميرا. فهتقول له assign frame load distributed، يعني هديك حمل موزع، وليكن هتقول له ان ده سوبر ديد، هتقول له مثلا يعني 5 كيلو نيوتن على المتر. احنا قلنا بتتحسب ازاي عشان ما لاقيش حد بيقول لي ده 5 دي جبتها منين وكده. تمام، كده نكون خلصنا الاحمال، حطينا احمالنا على السقف، حطينا احمالنا على الكاميرات. طب هتقول لي طب والاعمدة؟ الاعمدة يا باشا، ما انت الحمل بيروح حمل اي حمل بيجي على السقف الاول، وبعد كده الحمل اللي على السقف مع السقف بيروحوا للكاميرات، بعد كده الأحمال بتاعت اللي جاية على السقف وحمل السقف وحمل الكاميرات رايحين على العمدان. فاحنا بناء عليه طالما حطينا أحمال السقف وأحمال الكاميرات، هو هيحسب الأحمال اللي جاية على العمدان، ولو في شير وول وكده هيحسبها. هتقولي بس كده عن الأحمال الرئيسية؟ هقولك لأ، لو في أحمال جانبية بتحطهم، بس الايتابس بيسهل عليك في حاجة، ان انت ما تبقى حاطط الكود
ممكن تحط الفاكتور، يعني انا عايز الويند يجي اكس ماينس، الويند عايزه اكس بوزيتيف، عايزه واي بوزيتيف، عايزه واي ماينس، الارث كويك عايزه اكس بوزيتيف واي بوزيتيف اكس ماينس واي ماينس، فهو بيساعدك ان هو بيقدر يحسب الحاجات دي اوتوماتيك. تمام، يعني انت الحاجات دي مش لازم تحسبها مانيوال. تمام، انت بس مجرد ان انت بتعرف له احمال الرياح والحاجات دي، وبتقول له حمل الرياح خده من الكود الفلاني، حمل الزلازل خده من الكود الفلاني. يعني احنا لو بصينا هنا على اللود باتر، شوف انت هنا الديد واللايف والسوبر ديد مفيش اكواد، ليه؟ احنا دخلناهم مانيوال. انت مثلا هنا بتقول له الارث كويك هتاخده في اتجاه اكس موجب واكس سالب، هتاخده من الاسكي، الواي موجب والواي سالب خده من الاسكي، الويند هتاخده من الاسكي مثلا. هو خلاص عرف، هيروح يدخل الكود ده وياخد الايكويشن اللي هو عايزها ويعوض وكده، ما انتش محتاج ان انت يعني تقعد تحسب الحاجات دي مانوال، الاحمال الجانبية دي انت محتاج تدخله الاحمال الرئيسية بس. ماشي، احنا كده خلصنا ازاي بنعمل اساين لود. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون المعلومة وصلت، ولو شايف ان المحتوى اللي بنقدمه مفيد وبيفيدك اعمل لايك للفيديو، ما تبخلش علينا بلايك. اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد، اكتب لينا كومنت حلو يشجعنا عشان نكمل، وادعو اصدقائك للاشتراك في القناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.